بشائرها، فلا ينفع هجرتكم ولا أموالكم المكدسة ولا بيوتكم المحصنة، فقد قال الله في محكم كتابه: ولو قرأتم هذه الآية يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يقصد إن القنبلة النووية لا تستطيع أن تحمي نفسك منها. طيب الأنفسك دكتور ذكر محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اندلع حريق هائل في غواصة روسية أثناء قيامها بمهامها ومقتل 14 شخصا فيها، وهذا الحدث تنتظره منذ فترة. دعنا نتابع معك ماذا أخبرت. نعم، وهناك غرق غواصة وبارجة في البحر، وهذا قبل الاغتيال. وهناك قلت لكم هناك غرق غواصة وبارجة، يقينا كثير من الأمور ستمر. نحن نترقب ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، والبحر ستمرونه يمتلئ بزوارق الموت وبارجاته. لذلك نقول للناس: تهيأوا إلى مصائب وزلازل وهزات وحرق في البحر مثل ما قلت. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعزيز أسر ضحايا الحريق الذي شب يوم الاثنين على متن غواصة للأبحاث في المياه الإقليمية الروسية، وكلف وزير الدفاع سيرجي شايغو بالتوجه إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه. هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مصرع 14 بحارا نتيجة حريق اندلع أثناء قياس الأعماق بجهاز للأبحاث في البحر مصمم لدراسة الفضاء السفلي وقاع المحيط لصالح البحرية الروسية. وأوضحت الوزارة أن البحارة تلقوا حتفهم بسبب تسمم نتج عن الحريق، مشيرة إلى أن الغواصة دكتور، إذا هذا الحدث أخبرت به وهي علامة تستدل بها لأمر جلل سيحدث، ما هو؟ أنا أسأل اللي طبعا احنا ما نعرف حزب الله ولا نعرف الايراني ولا نعرف حدا الا ما ندر. يقينا هذا اللي تسمعونه الان وحديثكم وحديث ساعاتكم دجال وكذاب منافق، شو بتريدون تقولون قولوا، ما يهم. هذه الغواصة انا حرقتها، وليش قلت حريق في البحر؟ البحر يصير بيه حريق؟ لذلك ما هو الحدث؟ الآن يخطط إلى إيران شيء كبير في داخلها، اكتبوها والعنوني 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 والعناني والعنوني. ظاهر القوم يقول لن يحدث شيء تغيير أو انقلاب، يخطط من الموساد والأمريكان والبريطانيين انقلاب في إيران. من معلمي يقول هناك أمر جلل وينتظره الأمريكي بفارغ الصبر، نحن نقطع إن شاء الله هذا الأمر حتى لا يكون. يعني دكتور تراجع ترامب عن الضربة لأنه يراهن على الانقلاب، لأن مستشارين البيت الأبيض والبنتاغون والموساد الإسرائيلي قالوا له: وين رايح؟ إذا انضربنا انكشفنا. لذلك من يزود الآن يوميا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بما يفعل الإيرانيين في داخله مو أبو علي، يقينا أبو علي ترى عنده دين يا جماعة، والله عنده دين، والله لو مو عنده دين أو داعتكم شالعبت بملذات الحياة ما لا يستطيع أن يفعل بها رئيس عراقي أو عربي سرق العراق كله أو سرق العرب كلهم آل سعود وغيرهم. ليش؟ قال: عرضت عليك الدنيا، قال: لم تعرض، قال: حينما تعرض عليك الدنيا تعرف انك عندك دين او طين، والله عرضت علي الدنيا بكل ما املك منك.